مشاهدينا الكرام، ابقى معي ساعة العقيد، سأعود إليك، أعود مرخص الأستاذ مصطفى النعيمي. سيد مصطفى، اليوم فيما يتعلق بهذه الضربات، كيف تؤثر على النظام السوري وعلى هذه الميليشيات؟ لا أقصد هاتين الضربتين فقط، وإنما الضربات المتتالية، ما تأثيرها اليوم على البنية العسكرية للميليشيات وكذلك للنظام السوري؟ نعم، أعتقد بأن طبيعة الضربات أستاذ محمد، لو سلطنا الضوء على آخر الضربات، فكانت تستهدف كل من المحور الإيراني بشكل عام، إضافة إلى بعض النقاط المشتركة مع النظام السوري، في دلالة واضحة على تأثيرات كبيرة على النظام السوري بضرورة الانفكاك عن المحور الإيراني. لكن هل قام النظام السوري بانفكاك عن النظام الإيراني؟ أنا أعتقد لا مؤشرات حول قدرة النظام السوري يعني ترك الميليشيات الإيرانية على الإطلاق، وأعتقد بأن بقاء أحدهما مرتبط بالآخر، بدلالة أنه النظام السوري يعطي أو يمنح الجانب الإيراني الشرعية للتموضع في داخل سوريا، ومن خلال الغطاء الشرعي تبقى تلك الميليشيات، وفي حال انسحاب تلك الميليشيات فالنظام السوري ربما قد يصبح يعني غير قادر على إدارة تلك المناطق التي يتموضع فيها، فبالتالي ستكون هنالك متغيرات في الخرائط التي رسمت دوليا عبر مسارات أستانا أو سوتشي وغيرها، وهنالك أيضا مؤشرات سواء كان في المنطقة الجنوبية أو الشمالية حول من سيملأ الفراغ ما بعد تلك الميليشيات، ما بعد تلك الضربات التي وجهت لهم، وما بعد انتقال المشروع الأمريكي من مرحلة الاستخدام إلى مرحلة المواجهة. وهنا أتحدث عن المشروع الإيراني مثل مواجهته للمشروع الولايات المتحدة وعلى رأسها تل أبيب، حيث نلاحظ أن طبيعة تلك الضربات كانت هي ضربات جراحية نوعية مهمة لقادة الصف الأول والثاني، أيضا كانت تستهدف قادة في الحرس الثوري الإيراني، وكانت تحمل رسائل ذو بعد يعني دبلوماسي، حيث لاحظنا أنه آخر ضربة كانت في دمشق، أهم تلك الضربات التي وجهت في هذا العام هي لرئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري في سوريا ولبنان محمد رضا زاهدي أمام مبنى القنصلية في حي المزة بالعاصمة السورية دمشق. فبالتالي هنالك رسائل ردع مباشرة للنظام السوري بضرورة الانفكاك، لكن النظام السوري غير قادر، فبالتالي سيكون هو الهدف القادم. فهنالك ترتيب للأولويات وفق الرؤية الدولية، وكذلك أيضا بالنسبة للولايات المتحدة وأيضا الجانب الإسرائيلي، هنالك اتفاقيات لخفض التصعيد مع تلك الميليشيات من قبل الولايات المتحدة، وذلك من خلال الاجتماع الذي جرى في واشنطن مع رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، وذلك لتخفيف الضربات أو تخفيض مستوى الضربات باتجاه ما يطلق عليها فصائل المقاومة الإسلامية في العراق. لكن اليوم نتحدث عن هدنة هشة، حيث نلاحظ أن التبني تلك العمليات من قبل ما يطلق عليها فصائل المقاومة الإسلامية باستهداف الجليل الأعلى أو حتى منطقة ميناء أم الرشاش أو ما يطلق عليه حاليا ضمن مناطق الاحتلال ميناء إيلات، هذه المنطقة يتم استهدافها عبر المسيرات وعبر الصواريخ، فبالتالي هناك تصعيد وتصعيد مضاد، وينتج عن هذا التصعيد المتبادل من كلا الجانبين ضعف المنظومة الأسدية بشكل عام، والنظام السوري اليوم هو في أضعف حالاته ضمن حتى المسمى الميليشيات الولائية، حيث نلاحظ أنه انكفأ ولم يعد له مشاركة إطلاقا. هنا نتحدث عن الدفاع حتى عن يعني سيادته، نتحدث على سبيل المثال منطقة أمنية، لماذا لا يكون هنالك تقريرا أو ردا يتناسب مع حجم الأضرار التي حصلت لتلك المؤسسة وعدد القتلى الذين سقطوا؟ هنا نتحدث عن قادة أمنيين كبار، يعني حتى اللحظة لا إعلان من قبل النظام عن ماهية الشخصيات الذين قتلوا في هذا الاجتماع، إضافة للجانب الإيراني، فكلا الجانبان يستخدمان تكتيك الإعلان المتدرج، وذلك لعدم إحراجهم وأيضا لمنع حصول أي ارتباك داخل الحاضنة الاجتماعية، فالإعلان يكون عبر التجزئة لتخفيف الآثار المحتملة من حيث الانهيارات الكبيرة التي جرت لدى محور إيران عموما والميليشيات الولائية في سوريا بشكل خاص. نعم سيد مصطفى، ابقى معي سعود إليك، أعود مرة أخرى لسعادة العقيد هشام المصطفى. سعادة العقيد، اليوم فيما يتعلق بهذه الضربات المتتالية من قبل إسرائيل للنظام السوري وكذلك للنقاط التابعة للميليشيات الإيرانية داخل سوريا، ما هي خيارات إيران أمام هذه الضربات المتتالية اليوم؟ أستاذ محمد، بالبداية دعني أوضح بأن النظام السوري منذ عام 2013 لم يعد موجود كقوة على الأرض، الجيش السوري أو جيش العصابة منهك، قتل الكثير من منتسبيه، وبالتالي ما الشيء الذي أدى إلى تدخل المنظومة الدولية وإدخال الميليشيات التابعة لإيران إلى سوريا
بدايه او في وسط عام 2013، وايضا بعد ان فشلت تلك الميليشيات في يعني محاوله اسناد النظام والابقاء عليه واقفا على قدميه، اضطرت المنظومه الدوليه ان تدخل روسيا على الخط في عام 2015. اذا النظام بالمحصله وهو غير موجود كقوه عسكريه على الارض، ما يوجد لديه هو بقايا جيش مع يعني موجوده في محيط العاصمه دمشق، وما تبقى هو عباره عن ميليشيات، سواء ميليشيات حزب الله او ميليشيات تتبع لإيران، ميليشيات عراقية وحتى أفغانية. وبالتالي فإن النظام يعني الآن هو منهار، لا يوجد لديه أي قوة عسكرية. ما تقوم به إسرائيل من استهدافات لأذرع إيران كما كنت أتحدث قبل أن يسوء الصوت في الفقرة الأولى، هو عبارة عن خطة إسرائيلية من أجل إعادة تفعيل ما يسمى الشرق الأوسط الجديد بذراع أو بقوة إسرائيلية. الآن إسرائيل تقوم باستهدافات لمراكز القيادات لتلك الميليشيات سواء في دمشق ومحيطها أو في منطقة القصير ومناطق الريف الغربي لحمص حيث تنتشر تلك الميليشيات بكثرة. هذه هي مرحلة أولى، أعتقد كما أضاف زميلي بأنها عملية جراحية بامتياز. فيما بعد سيكون هناك يعني قد يكون هناك اجتياح برأيي لمناطق الجنوب السوري من أجل أيضا منع تلك الميليشيات التي تتواجد بكثرة في الجنوب وعلى خط جبهة الجولان من استهداف سواء شمال فلسطين المحتلة أو حتى القوات الإسرائيلية التي تدخلت في جنوب لبنان. بالمحصلة النظام الآن هو بين مطرقة بقائه على دعمه أو على ولائه للميليشيات الإيرانية ولإيران والسلطة الإيرانية وولاية الولي الفقيه، وبين سردان تلك الضربات الإسرائيلية التي تريد منه الابتعاد. هو إن ابتعد وتخلى عن تلك الميليشيات وتخلى عن الدعم الإيراني هو ساقط بامتياز، وإن بقي على صمته إيران وميليشياتها لن تفوت له ذلك، وقد تحدث بلبلة في صفوف حتى الخطوط الأولى للنظام. لا نستبعد أن يكون هناك استهداف لشخصيات كبار في النظام من قبل ميليشيا إيران بسبب صمت النظام، بل ويقال في بعض الأحيان بسبب مساعدة النظام لإسرائيل عبر تسريبات لمواقع تلك الميليشيات بمنظومة الاستخبارات الإسرائيلية. نعم سعد العقيد، ابقى معي سعود.